مرحبا بكم معنا اليوم ان شاء الله فيديو جديد على قناه جمالك مع ملاك. اليوم غندير واحد الريس اللي هو بشكل مختلف تماما على داك الشيء اللي حنا تعودنا عليه. المهم قلت لكم شكل مختلف، يعني شكل مختلف. غنخليكم حتى الاخير باش تكتشفوا المفاجاه. غنحتاجوا لهذا الريس هذا، عندنا هذا العقيق هذا الطويل، هانتوما كما كتشوفوا الشكل ديالو زوين وكيجي في الخدمه رائع رائع. هذا العقيق هذا كيجي الشكل ديالو زوين بزاف، ها هو. وغنحتاجو عاوتاني العقيق الدائري المكركب هذا. الا لاحظتوا هاد العقيق هذا عندنا طويل ذهبي، وخدمت معاه هنا هاد العقيق هذا ذهبي. بغيتو تخدموا بالعقيق مهرس تيكون تقريبا في اللون ديال هذاك العقيق الطويل تخدموا به، ما بغيتوش تكتفيو بالعقيق اللي عجبكم من الفوق. المقسم طبيعه الحال دائما تيكون حدايا، كروشي دائما الرقم 12. عندي هنا قصبه ديال الحرير، كنخدم بالحرير مباشره. انا سبق ليا ودخلت في هذا العقيق هذا الطويل، دخلته في الحرير، هانتوما كما كتشوفوا لي ربح الوقت. و شحال مره كندير فيديوز الطريقه كيفاش كندخل العقيق المكركب اولا المهرس، طريقه واحده باش كيدخلوا. دابا اول حاجه غنحتاجو تقلع من طبيعه الحال، وحبكت فيه انا هنايا غرزه عمود. غرزة عمود راها غنية على التعريف. دابا هذا هو الوجه ديالها، واي حاجة فيها العقيق ضروري ما كنخدمو على الظهر. دابا غنجي هنا فين ساليت وغنعاود نحزم الخيط على هذا الشكل هذا. غنعاود نحزم الخيط باش يبان لكم الطريقة كيفاش غادي نخدم هذا العقيق هذا على هذا الشكل هذا. الحزمة دائما مع الحزمه، فوق الحزمه دائما كندير غرزه حشو باش كنثبت هذيك الحزمه ديالي. غنزيد غرزه حشو حداها، ها نتوما كتشوفوا. دابا اشنو غادي ندير، غنقرب واحد الكميه ديال العقيق اللي ديا باش نتحكم فيها ونخدم فراحتي. ها هي واحد شويه ديال العقيق انا درته هنا. دابا اش غادي نجر جوج عقيقات، ها نتوما، وغنسد عليهم منزلق، وغنخدم غرزة عمود اللي حداها مباشرة غرزة حشو. غنعاود في الغرزة في العمود اللي حداها غرزة حشو. غنجر عاوتاني جوج عقيقات وغادي نسد عليهم على هذا الشكل هذا، وغادي ندير غرزة حشو. اللي بغى يدير غرزة منزلقة يدير. غنعاود حداها عاوتاني غرزة حشو، غنجر عاوتاني جوج عقيقات كنسد عليهم وكندير غرزة حشو. غنعاود عاوتاني حداها غرزة حشو، غنجر عاوتاني هاد جوج عقيقات. فاش كنجرهم كنتنيهم هكايا هاهما باش ما كيعذبونيش في الخدمة، وغندير غرزة حشو باش كنثبتهم. وعاوتاني غادي ندير غرزة حشو حداهم، عاوتاني ها هما جوج، تنيهم على الشكل هذا، وغادي ندير غرزة حشو، وغادي ندير عاوتاني غرزة حشو حداها. ها نتوما شوفوا الخدمة ديالي العقيق كيفاش كيجي، ها هو كيجي وحدة وحدة وحدة. غنزيد عاوتاني نقرب واحد الكمية ديال العقيق ليدي، ضروري تقربوا غير كميه بسيطه باش تقدروا تحكموا فيها. هما جوج عقيقات غنسد عليهم، وغادي ندير غرزه حشو. غنعاود حداها غرزه حشو، جوج عقيقات عاوتاني، وغادي ندير غرزه حشو ها هي، وغنعاود حداها غرزة حشو، عاوتاني جوج عقيقات نتنيهم ونسدهم بغرزة حشو، ونعاود حداهم. هنا ما كننقزو حتى عمود، كنخدمو عمود على خوه، كننقزوش ما كنخليوش الفراغ نهائيا لان ما غنحتاجوهش. حنا غرضنا بالخدمه تجي متقونه وتجي مزيانه. ها نتوما كتشوفوا دائما عاوتاني غنتني الخدمه ديالي وغنسد على العقيق، وغادي ندير غرزة حشو هنا
وغنحاود حداها غرزة حشو. غنتني عاوتاني الخدمة ديالي وغادي ندير غرزة حشو ونعاود حداها غرزة حشو. غنتني عاوتاني الخيط ديالي غندير غرزة حشو ونعاود غرزة حشو حداها. نجي عاوتاني هنا العقيقة تني باش كنتحكم فيه. دير عاوتاني غرزة حشو هاهي وغادي نعاود حداها غرزة حشو. بقاو لي جوج عقيقات نتنيهم حتى همايا على الشكل هذا وغادي ندير غرزة حشو هاهي وغادي نعاود غرزة حشو. الشكل ديالو كيجي هكا ها هو هذا الظهر هذا الوجه هو هذا صافي. انا غنكمل السطر كامل. انا وصلت للاخير درت غرزة حشو باش تثبت العقيق. غنزيد غرزة حشو وحده اخرى وغنزيد غرزة حشو في الغرزة الاخيرة. دابا شنو غادي ندير؟ غندير واحد جوج ثلاثة أربعة أربعة سلسلات وغندور دابا العمل ديالي. هانتوما شفتوا كيفاش كيجي؟ كيجي على هذا الشكل هذا. دابا شنو غادي نديرو؟ غنجي وسط هاد العقيقات بيناتهم وغادي نديرو غرزة حشو. ها هي غنعاودو نديرو سلسلة وغادي نديرو غرزة حشو سلسلة غرزة حشو. هانتوما دابا العقيق هو بدا كيتقاد لينا كتجينا وحده وحده وحده. عاوتاني سلسله كنشد ما بينات هاد العقيقات وغادي ندير غرزه حشو. عاوتاني واحد سلسله ونجي بينات العقيقات. دابا انا كنجمع غير العقيق ديالي باش كيجيني العقيق ديالي خصو يجيني واقف. بالنسبه لهاد الخدمه هادي خصكم تخدموا السطر الاول بوحدو بخيط ما فيهش العقيق وديروا خيط بخاص بوحدو يكون فيه غير العقيق باش ما تغلبكمش الخدمه فهمتي باش ما تبقوش تكحزوا العقيق من الحرير وداكشي وكيبقى يتخبل. وهذا دائما واحد السلسله ونجي العقيقه هنا في الفراغ ديالها واحد السلسله وكنجي هنا في الوسط. ها هي كنوقف هنا في الوسط كندير غرزه حشو سلسله نشد في هذا غرزه حشو سلسله دائما وسط العقيقه هنا غرزه حشو. ها هو العقيق ديالي كيجي مساتف بحال هاد الحاشيات هادو. هادي داخله على الكروشي المغربي. حنا ما متعودينش ندخلو هاد الكروشي المغربي ولكن خصنا ان شاء الله غير نحاولوا نديروا ابتكارات ونجتهدوا ونديروا موديلات اللي هي مختلفه على داكشي اللي حنا متعودين عليه كيجي زوين. المهم اي حاجه دخلناها اللي كتكون مختلفه الا وكتجي زوينه. هانتوما البنات كيمشي على هذا الشكل هذا كيجي رائع رائع كيجي كيبري. هذا هو الوجه دابا ديالو والظهر ديالو حتى هو يا نقي كما كتشوفوا. دابا انا غنكمل هاد السطر غنجمع هاد العقيق كامل. هانتوما البنات بقات لي غير وحده درت سلسله وغادي نشدها دابا بغرزه حشو. دابا غادي ندير واحد السلسله اولا جوج وندير جوج دورات على الكروشي باش الخدمه ديالي تبقى واقفه. هذا غير باش نشكل عمود باش الخدمه ديالي تجيني مزيان. نخرج الدوره الاولى الدوره الثانيه الدوره الثالثه على هذا الشكل هذا. هذا غير مجرد بان سديت بالطريقه اللي تجيني تبقى لي الخدمه واقفه ما تجيش حتى الاخير وتميل الخدمه ديالي وتعواج. دابا غادي ندير واحد السلسله على هذا الشكل هذا. دابا غنقطع الخيط نقطع الخيط وكنجبدو من هنايا على هذا الشكل هذا. هاد الحاشيه ممكن نكتفيو بها غير هكايه كتجي زوينه على هاد الشكل هذا. شوفي كي كتجي لماع جميله جدا. انا غنزيد عليها واحد هانتوما هانتوما كتجي زوينه. دابا غنزيد عليها هاد العقيق المكركب. انا سبق ليا ودخلته في الحرير حتى هو كما قلت لكم باش نربحوا الوقت. ها هو دخلته. انا عندي هادو جوج كسبات بحال بحال ملي كيكون عندنا موديل بحال هكا زعما باش كنربحو الوقت ما نبقاش تنساليو بالاخرى عاد نبقاو نعمرو كنعمرو في دقه واحده. دابا ملي غنجيو نركبو عاوتاني ندخلو هاد العقيق هذا غادي نحزم هنا فين ساليت هنا عادي هنا في النهايه اللي غادي نحزم كما كتشوفوا
انا غادي نجبد، ما دخلتش الخيط ديالي عفوا، ما دخلتوش كامل، نحاول ندخل دوك الشعرات ديالي كاملين ديال الخيط على هذا الشكل هذا، ونحزمو. بالنسبه للبنات تحزمو في الاخير، انا غنقطع هاد الخيوط اللي كيكونوا في الجناب، راه ما غنخليهمش هكاك نهائيا. نحزم جوج حزمات. دابا ما غنخدموش على الوجه، دابا غندورو الخدمه ديالنا وغنخدمو على الظهر. دائما الحاجه اللي تنقول لكم اللي كيكون فيها هاد العقيق دائما كتخدم على الظهر باش كيجي الوجه ديالها زوين. دابا اول حاجه هنا لاحظتوا باننا ملي جمعنا العقيق درنا واحد سلسله غرزه حشو بين العقيقات. دابا غنجيو فوق الحزمه، دائما غندير غرزه حشو باش غادي نثبتها. غندير غرزه حشو هنا في الاخير، هذا غير كبدايه باش تقال لي الخدمه من الجنب مسرحه، وواحد سلسله. وغنجي دابا في هذيك السلسله اللي خليت ما بين العقيقات، غنجبد الخيط ديالي بحال اللي غادي ندير غرزه حشو، وغادي نهبط على العقيقه وغادي نسد عليها. دابا غادي ندير واحد السلسله وغنمشي عاوتاني للغرزه حشو الثانيه، غنديرها بحال هكا وغادي نهبط عقيقه وغادي نسد عليها، عاوتاني واحد السلسله. ونجي انا دائما كنخدم غير في الفراغ كما كتشوفوا، وغادي نهبط عقيقه وغادي نسد عليها على العقيقه ديالي، واحد السلسله عاوتاني. وغنجي في هذيك واحد السلسله اللي ما بين العقيقات بحال غادي ندير غرزه حشو، وانا كنهبط عقيقه وكنسد عليها عاوتاني واحد السلسله، وكنخدم دائما انا في الفراغ فين كنخدم، وغنهبط عقيقه وغادي نسد عليها. ها الوجه كيبان لكم على هذا الشكل هذا، ولكن الظهر ها هو يا كتبان لكم عقيقه شويه مبعده على عقيقه، كيجي الشكل هكايا جميل جدا كما كتشوف. عاوتاني واحد السلسله، وفي الفراغ كندير عقيقه وكنسد عليها، ها هي واحد السلسله عاوتاني، وكنخدم انا غير في هذاك الواحد ديال السلسله اللي ما بينات العقيقات. صافي على هذا الشكل هذا الظهر ديال الخدمه ديالنا هو كيجي زوين، وحتى الوجه ديالها البنات ها هو كيجي زوين، كيجي فيه داك العقيق هكاك من الفوق، كيجي جميل. انا بقات لي البنات غير وحده واحد السلسله، وغنجي هنا في الاخيره وغادي نهبط عقيقه ديالي. صافي، وغادي ندير جوج سلسلات باش نقطع الخيط ديالي، نجي من هنا وغادي نجبد هاد العوينه ديالي. ها نتوما كما كتشوفوا دابا هذا هو الظهر ديال الخدمه ديالي، هو هذا كما كتشوفوا. شتي العقيق كيفاش جانا مساتف، كنتمنى يكون واضح. وهذا العقيق من هنايا جا الخدمه ديالنا كامله نقيه، وهذا هو الوجه ديالنا بطبيعه الحال كما كتشوفوا. هنا جات جميله جدا، وهاد العقيقات هادو بحال مرشوشين، جا جميل جميل، شي حاجه اللي هي مختلفه. كما قلت لكم نحاولوا نخرجوا على المألوف، داكشي اللي حنا موالفين تنخدموا به الكروشي، وكما متعودين دائما مع جمالك مع ملك، دائما الجديد والبسيط دائما. انا كنتظر البنات تعليقاتكم في لي كومونتير، تقولوا لي واش هاد الافكار الجديده اللي ضفت في الكروشي واش اللي هي واش هي زوينه او لا لا. وما تنساوش دائما الرقم الواتساب ديالي في صندوق الوصف، وشاركوا في المجموعه ديالي على الفيسبوك وعلى انستغرام، وبسلام عليكم.